بيبدأ الفيلم بواحد اسمه كوبر وبنته رايلي، وبيكون كوبر واخد بنته في عربيته علشان تحضر حفلة لمغنية مشهورة اسمها رافين. وأول ما بيوصلوا لمكان الحفلة بتقف رايلي وسط الجماهير وبيكونوا مستنين رافين تنزل من الأوتوبيس. ولما بتظهر رافين الولاد والبنات بيحيوها وبيفضلوا يهتفوا باسمها، وبتكون رايلي مبسوطة علشان هي شافت رافين. وبعدها كوبر ورايلي بيروحوا يقفوا في الطابور علشان يدخلوا المسرح، وساعتها كوبر بيسأل رايلي عن أخبارها مع زمايلها البنات في المدرسة، فبترفض رايلي ان هي تجاوب وبتقوله ان هي مش عايزة تتكلم في الموضوع ده. فبيفهم كوبر ان جودي زميلة رايلي لسه بتضايقها كالعادة. وفي الوقت نفسه بيلاحظ كوبر ان في عدد كبير من افراد الشرطة منتشرين في المكان. وبعدها بيدخلوا المسرح وبيقعدوا علشان يستنوا الحفلة تبدأ، وبيكون كوبر مركز مع افراد الشرطة وبيشوفهم وهم بيفتشوا كل اللي موجودين في الحفلة. واول ما بتظهر رافين على المسرح الولاد والبنات بيفضلوا يصرخوا بصوت عالي، وكوبر ما بيكونش قادر ينسجم مع الاجواء اللي بتحصل دي، فبيقول لرايلي ان هو هيروح للحمام. وهناك بيطلع كوبر تليفونه وبيراقب من خلال الكاميرا شخص هو حبسه في مكان معين اسمه سبنسر. واثناء ما كوبر راجع للحفله بيقابل ام جودي زميله رايلي بالصدفه، وبتعتذر له عن سلوك بنتها جودي مع رايلي، وبتقول له ان هي اتكلمت مع جودي وعرفتها ان تصرفاتها غلط. فبيقول لها كوبر ان رايلي اتاذت كتير من جودي، وان هو كاب بيصعب عليه ان هو يشوف بنته حزينة. فبتوعده ام جودي ان بنتها هتبقى مؤدبة مع رايلي، وبتعرفه بالمكان اللي جودي موجودة فيه في الحفلة، وبتقترح عليه يخلي رايلي تروح تقعد جنبها. لكن كوبر ما بيردش عليها وبيستأذن علشان يرجع للحفلة. ولما بيجي وقت الاستراحة كوبر بياخد رايلي علشان يشتري لها تيشيرت الحفلة، لكن ما بيكونش فاضل غير تيشيرت واحد بس، وبيكون في بنت حجزته قبل رايلي ما تيجي. وساعتها بتتضايق رايلي من اللي حصل، لكن كوبر بيطمنها وبيقول لها ان هو هيشتري لها تيشيرت باي طريقه. وبيكون واضح ان البياع اللي اسمه جيمي بيتابع المحادثه اللي بين كوبر وبنته، وبيكون جيمي معجب جدا بالطريقه اللي بيتعامل بيها كوبر مع رايلي، وبيقول له ان هو هيجيب كميه تيشيرتات بعد 10 دقائق، وبيقول ان هو هيحجز تيشيرت منهم علشان رايلي. فبيستغل كوبر الفرصه وبيسال جيمي عن سبب وجود اعداد كبيره من رجال الشرطه. فبيقول له جيمي ان قوات الشرطه في حاله تاهب قصوى، وده لان الشرطه عندها معلومات ان القاتل المتسلسل الملقب بالجزار موجود في الحفلة. وبيقول جيمي ان الشرطة والقوات الخاصة محاصرين كل مخارج المسرح علشان يتأكدوا ان الجزار مش هيعرف يهرب منهم. لكن اللي ما يعرفوش جيمي ان كوبر يبقى هو نفسه الجزار اللي الشرطة بتدور عليه. وبيبدأ كوبر يدور على طريقة علشان يهرب بيها من المسرح، وبيلاحظ ان في واحدة سكرانة ومش قادرة تقف على رجليها، فبيقرب منها وبيزقها من على السلم من غير ما حد ياخد باله. وساعتها بيجري عليها افراد الشرطة اللي واقفين قدام الباب، وبيكون كوبر عايز يستغل انشغالهم مع الست اللي وقعت ويخرج من الباب، لكنه بيتفاجئ برجالة القوات الخاصة واقفين برا، فبيضطر ان هو يرجع مع بنته للحفلة تاني. وبتكون رافين بتغني اغنية مع مطرب اسمه باركر، وبيفاجئ باركر الجمهور وبيخرج من مكان معين في ارضية المسرح. فبيبص كوبر على الفتحة اللي خرج منها باركر وبتجيله فكرة، وبيعرض على رايلي ان هم ينزلوا من الفتحة دي، وبيقول لها ان ده ممكن يكون طريق يوصلهم لغرفة رافين باركر، وان هي هتقدر ساعتها تتصور معاهم براحتها. لكن خطة كوبر بتفشل لان الفكرة ما بتعجبش رايلي، وبتستغرب كمان من كلامه. وبعدها كوبر بيقول لرايلي ان هو هيروح يجيب لها التيشيرت اللي هي عايزاه، واول ما بيوصل عند جيمي بياخده وبيروحوا المخزن علشان يجيب له التيشيرت. وهناك بيفضلوا هما الاتنين يتكلموا سوا، وبيعرف كوبر من جيمي ان الشرطة اتفقت مع كل اللي شغالين في المسرح على كلمة سر معينة، وده علشان ما يدوش فرصة للمجرم ان هو يتنكر في هيئة واحد منهم. واثناء ما هما بيتكلموا بيقدر كوبر ان هو يسرق بطاقه هيوية جيمي من غير ما جيمي ياخد باله. وبعد ما بياخد كوبر التيشيرت من جيمي بيشكره وبيسيبه وبيمشي. وبيتحرك كوبر بسرعه وبيستخدم بطاقه جيمي وبيدخل للمكان المخصص للموظفين، ولكنه بيتفاجئ بمجموعه من القوات الخاصه وهم بيراجعوا خطتهم للقبض على المجرم. وبيكون كوبر عايز يخرج لكنه بيلاقي اتنين منهم جايين وراه، فبيتصرف بسرعه وبذكاء وبيعلق بطاقه جيمي في هدومه. وبعدها بيتحرك وسط افراد الشرطة بكل هدوء وثقة، وبيروح يعمل لنفسه قهوة. وبيقدر كوبر ساعتها ان هو يسرق جهاز لاسلكي خاص بالشرطة وبيحطه في جيبه، وبعدها بيخرج من المكان علشان يرجع للحفلة. وبيشوف الشرطة وهي بتقبض على شخص مشتبه فيه، ووقتها بتظهر في المكان واحدة اسمها جرانت، وبتكون جرانت دي متخصصة في تحليل سلوك المجرمين. فبيرجع كوبر للحفلة وبيسمع من خلال جهاز اللاسلكي جرانت وهي بتتكلم مع الشرطة، وبتقول لهم ان الشخص اللي اتقبض
عليه مش هو المجرم وان هو مجرد سمسار تذاكر، لكنه ارتبك لما شاف الشرطة حواليه. وبيسمع كوبر ان رجالة الشرطة هيفتشوا كل اللي موجودين في الحفلة، فبيمثل كوبر على ريل ان هو نسي بطاقته البنكية لما كان بيشتري التيشيرت، وبيعرفها ان هو هيروح يجيبها ويجي بسرعة. وبعدها بيروح كوبر على المطعم وبيقدر يتسلل للمطبخ وبيحط ازازتين زيت جوه الزيت المغلي، وده بيسبب انفجار فبتحصل حالة من الفوضى. وبيستغل كوبر اللي بيحصل ده وبيسرق مريالة خاصة بعمال المطعم، وبعدها بيطلع على السطح علشان يهرب، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي اتنين من القوات الخاصة قدامه، واول ما بيشوفوه بيسألوه عن سبب وجوده على السطح. فبيمثل كوبر ان هو متوتر وبيقول لهم ان هو محتاج يشم هواء، خصوصا بعد الحادثة اللي حصلت في المطعم. فبيتواصل الشرطي مع زمايله وبيتأكد ان في انفجار حصل في المطعم فعلا، وبعدها بيوريهم كوبر بطاقة هوية جيمي وبيقول لهم كمان على كلمة السر علشان ما يشكوش فيه. وبعدها بيرجع كوبر تاني للحفلة، وبيعرف كوبر من رايلي ان رافين هتختار بنت من اللي موجودين علشان تكون معاها على المسرح اثناء ما هي بتغني اغنيتها الجديدة. فبيستغل كوبر الفرصة وبيروح لواحد من منظمين الحفلة، واللي بيكون بالصدفة قريب رافين وتحديدا خالها، وبيقول له ان بنته رايلي عندها سرطان، وبيطلب منه يحقق لبنته حلمها ويختارها علشان تقف على المسرح مع رافين. فبيتعاطف الشخص ده مع رايلي وبيرتب الامور بحيث ان يتم اختيارها هي من بين كل اللي موجودين. وبعدها بيروح كوبر مع رايلي وبيقف ورا الكواليس، واول ما بتنده رافين على رايلي بتروح لها وبترقص معاها. وفي اللحظه دي بتتغاظ جودي لما بتشوف زميلتها رايلي وهي مع رافين. وبعد ما الاغنيه بتخلص بتجري رايلي على كوبر وبتحضنه وهي سعيده، وبتفضل رايلي تتفرج هي وكوبر على رافين من ورا الكواليس. وبيستغل كوبر الفرصه دي وبيتكلم مع واحده من منظمين الحفله، وبيستاذنها ان هو وبنته يخرجوا من الباب الخلفي بعد الحفله ما تخلص، وهي بتوافق. وبعد ما الحفله بتخلص كوبر ورايلي بيكونوا واقفين قدام اوضه رافين، وده علشان رايلي تودعها قبل ما تمشي من الحفله. وساعتها كوبر بيسمع جرانت وهي بتدي تعليماتها لافراد الشرطه علشان يهتموا بتفتيش اي راجل فوق سن ال 30 وهو خارج من المسرح. وبعدها بيتصدم كوبر لما بيلاقي الباب الخلفي للمسرح عليه حراسه مشدده، ولما بتيجي رافين علشان تودع رايلي بيكلمها كوبر بصوت واطي وبيقول لها ان هو عاوز يتكلم معاها لوحدهم في موضوع يخص مرض بنته. فبتوافق رافين وبتاخده وبيروحوا سوا على اوضتها، وهناك كوبر بيصدم رافين وبيقول لها ان هو المجرم اللي الشرطه بتدور عليه، وبيطلع تليفونه وبيوريها بس مباشر لسبنسر اللي هو حبسه، وبيقول لها ان الشاب ده اسمه سبنسر وعنده 22 سنه وان هو ممكن يقتله في خلال 5 دقايق، وده من خلال ضغطه زر واحده على تليفونه، لان ساعتها المكان اللي فيه سبنسر هيتملي بغاز اول اكسيد الكربون السام. وبيقول لها كوبر ان هي تقدر تنقذه من الموت، وده لو هي وافقت ان هو وبنته يخرجوا معاها من المسرح ويركبوا عربيتها. وبيفهمها ان هي هتقول للشرطه ان هم معاها علشان محدش يفتشهم. فبتنفذ رافين كلام كوبر وبتساعده على الهروب. وبعد ما بيركبوا العربيه بيتفاجئ كوبر ان رافين بتقول لرايلي ان هي عايزه تشوف بيتها، فبتفرح رايلي جدا وما بتكونش مصدقه نفسها. اما كوبر فبيكون عارف ان رافين بتدبر لحاجه معينه، ولكنه ما بيقدرش يتكلم او يعمل اي تصرف قدام بنته. ولما بيوصلوا للبيت بتستقبلهم راشيل مرات كوبر، وبيكون معاها ابنهم لوجان، وبتكون راشيل مبسوطه جدا من زياره رافين وبتعزمها على العشاء. واثناء الاكل بتتكلم رافين عن القاتل المتسلسل الملقب بالجزار، وبتقول ان الشرطه عرفتها قبل الحفله باسبوع بان المجرم اللي اسمه الجزار هيحضر حفلتها، وده بعد ما هم لقوا جزء من اصل سداد تمن تذكره الحفله في مكان يخص المجرم. وبتقول رافين ان جرانت محلله سلوك المجرمين قالت ان الجزار علاقته بامه ما كانتش كويسه، وان هو شخص مريض نفسي وعلشان كده بيعذب ضحاياه قبل ما يموتهم. وساعتها كوبر بيقاطع رافين علشان تبطل كلام عنه، فبتقوم رافين علشان تعزف على البيانو وتغني لهم اغنيه، وبيكون كوبر جنبها وماسك التليفون علشان يفكرها ان هو هيقتل سبنسر لو اتكلمت عنه تاني. وبعد ما بتخلص رافين الاغنيه بتمثل ان هي مش لاقيه تليفونها، وبتاخد تليفون كوبر علشان تتصور مع رايلي صوره سيلفي. وبعدها رافين بتاخد التليفون وبتدخل الحمام وبتقفل على نفسها، فبيروح وراها كوبر وبيفضل يخبط عليها علشان تفتح الباب وتديله تليفونه. وفي اللحظه دي رافين بتتكلم مع سبنسر وبتطلب منه ان هو يقول لها على اوصاف المكان اللي هو موجود فيه، فبيقول لها ان هو موجود في قبو جوه بيت بابه لونه ازرق، وان قبل البيت ده هو لمح تمثال اسد مكسور. فرافين بتعمل بث مباشر من تليفونها، وده على امل ان اي حد من معجبينها يقدر يساعدها ويحدد مكان سبنسر.
الآخر، وبيظهر إن في حد منهم بيكون ساكن في المنطقة اللي هي بتوصفها. وبعدها رافين بتبعت رسالة للشرطة، وفي النهاية بتقرب رافين من باب الحمام وبتقول لراشيل إن جوزها يبقى هو الجزار. وبعدها كوبر بيفتح الحمام على رافين، وبتتصدم رافين لما مش بتلاقي مراته وأولاده معاه، فبيقول لها إن هو طلب منهم يطلعوا الدور العلوي. وبياخدها كوبر وبيروح بيها على القابو، وهناك بيركبوا العربية وبيكون عاوز ياخدها ويمشي من المكان، لكنه بيتفاجئ إن مراته وأولاده قدامه. فبتنزل رافين من العربية وبتاخد راشيل وأولادها علشان يركبوا العربية معاها، وساعتها بتيجي عربيات الشرطة وبتركب راشيل وأولادها في واحدة من عربيات الشرطة. وفي نفس الوقت أفراد الشرطة بيبلغوا جرانت إن كوبر قدر يهرب من فتحة سرية جوا البيت، أما رافين فبيركب معاها ضابط من القوات الخاصة علشان يوصلها. وبعد ما بتمشي من المكان بتتفاجئ إن الضابط اللي معاها هو كوبر، وبيحط الكلبشات في إيديها علشان ما تهربش منه. وبعدها بيقفوا في إشارة مرور في الشارع، وساعتها بتقدر رافين إن هي تفتح إزاز العربية، وأول ما الناس في الشارع بيشوفوها بيتلموا حواليها، فبتطلب منهم رافين إن هم يتصلوا بالشرطة بسرعة. وفي الوقت ده كوبر بيكتشف اللي رافين بتعمله وبيقفل إزاز العربية، لكنه بيلاقي الناس بيتجمعوا وبيقفوا قدام العربية، وده علشان يمنعوا العربية من إن هي تتحرك من مكانها لحد ما الشرطة توصل. وفي نفس اللحظة دي رافين بتقدر تحرر نفسها وبتنزل من العربية وبتقف وسط الناس. وبعدها بتوصل الشرطة وبيحصروا المكان كله وبيضربوا نار على عجل العربية علشان يعطلوها تماما، لكنهم لما بيقربوا من العربية مش بيلاقوا كوبر، وبيكون كوبر قدر يستغل زحمة الناس اللي في المكان وهرب. وبعدها رافين بتروح على المكان اللي فيه سبنسر وبتطمن عليه، فبيشكرها سبنسر جدا علشان هي انقذت حياته. وفي الوقت ده بتكون راشيل رجعت البيت، وده بعد ما ودت اولادها عند اختها. وبتترعب راشيل لما بتسمع صوت كوبر من وراها، وبيقول لها كوبر ان هو عارف ان هي اللي ورا كل اللي بيحصل، فبتعترف له راشيل ان هي اللي بلغت عنه. وبتحكي له ان القصة ابتدت لما هي بقت بتشم في هدومه وريحة سائل التنظيف اللي بيستخدم في المستشفيات. وبعدها هي شافته وهو بيكذب على جارهم بطريقة مقنعة، وساعتها هي سألت نفسها هو امتى كوبر اتعلم الكذب ده. وبعدها فضلت تراقبه لحد ما عرفت ان هو عنده بيت تاني. وبتقول راشيل ان هي قدرت تتسلل للبيت ده وتحط جزء من ايصال حفل التذاكر حفلة رافين فيه. وبعدها اتصلت بالشرطة ووصفت لهم عنوان البيت، وقالت راشيل للشرطة ان هي شك ان البيت ده يخص المجرم اللي اسمه الجزار. وبعد ما بتخلص كلامها بيقرر كوبر ان هو يقتلها، لكنها بتطلب منه ان هو ياكل من الفطيرة اللي هي عملتها الرايلي، فبيوافق كوبر وبيقعدوا ياكلوا سوا لاخر مرة. وبعد ما كوبر بياكل بيحس بتأثير مخدر في جسمه، فبتقول له راشيل ان هي قدرت توصل لشنطته اللي فيها الادوية المخدرة واللي هو بيديها الضحايا قبل ما يموتهم. وبعدها بتحصل لكوبر تهيؤات وبيتخيل ان هو بيتكلم مع امه، لحد ما بيوصلوا افراد الشرطة وبيصعقوه بالكهرباء وبيقبضوا عليه. وقبل ما يركب كوبر عربية الشرطة بيقرب من عجل بنت رايلي وبيعدلها علشان كانت واقعة على الارض، وساعتها بتوصل رايلي للمكان وبتجري على ابوها وبتحضنه وهي منهارة. وبعدها بيركب كوبر عربية الشرطة، وبعد ما عربيات الشرطة بتمشي بنلاحظ ان في سلك من سلوك عجلة رايلي اختفى، وبيكون السلك ده مع كوبر وبيستخدمه وبيقدر يحرر نفسه بيه، وبيضحك ضحكة شريرة جدا. وبيخلص الفيلم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك لقناة فيلمتشينو، ولو عاوز تتابع الملخصات الكوميدية ما تنساش تعمل متابعة لصفحة عبد عاطف، ونشوفكم الملخص اللي جاي، ويلا سلام.